احنا اليوم رانا في مدينة وهران في طلبوس قبل بداية الموسم تاع البطولة الوطنية، هذه المرحلة الأخيرة للتحضير خاصة لتقنية الفار. بعد ما قمنا بكل الإجراءات اللازمة، كان موجود هنا محاضر إيغور من صربيا اللي لاحظ طريقة تحكيم الحكام ومدى استيعابهم لهذه التقنية، وإن شاء الله هذه تكون آخر مرحلة باش ننطلقوا إن شاء الله يوم 19 في أول مقابلة بتقنية الفار. بالنسبة للحكم، بعدما قمنا بتربص طويل المدى في مصر لمدة 23 يوم، قمنا بتكوين 35 حاكم. اليوم كانت عندنا في هذا التربص كانت عندنا فرصة باش نزيدو نشوفو نديرو لهم آخر لمسات لهاد الحكام، ومع انضمام الحكام الدوليين اللي عندهم من قبل تقنية تنرخص الفار مثل السي مصطفى غربال وابراهيم الحلوب ابراهيم والمساعدين، هما رانا متقاسمو الخبرة مع زملائهم، وان شاء الله حنا راه مواجدين ان شاء الله لبداية البطولة ان شاء الله. بالنسبة إن شاء الله احنا الهدف تاعنا هو كما تكلم السيد رئيس الفيدرالية في البرنامج تاعو باش يكون قانون تقنية الفار ابتداء من الموسم الرياضي 2024-2025. بعدما استعملنا التقنية في كأس الجمهورية السنة الماضية ابتداء من دور ربع النهائي وعطت نتائج ممتازة، إن شاء الله احنا نبدأ في البطولة وتكون صدى كبير تاعها إن شاء الله. ماشي سي بون، حبس هنايا، عاود رجع لي التصويره كيما راهي حابسه. ماشي روح روح روح. نشكر الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم على راسها السيد وليد صادق اللي وفر لنا كل الامكانيات اللازمه للتحضير ابتداء من التربص اللي عملناه خارج الوطن، وهذا التربص قبل بدايه الموسم اللي عملناه في مدينه وهران. وحنايا ما تنساش باللي في مدينه وهران كل المرافق موفره، عندنا هذا القريه الاولمبيه، الملعب هدفي ميلود بكل المرافق تاعو راه تحت تصرف المديره الوطنيه للتحكيم. الحمد لله ان شاء الله القادم افضل. خاطش ربعه مستحيل باش تبقى مركز عليهم في واحد، دونك انت واش دير؟ الافار والفار بوسيبل اوف سايد، بوسيبل هاند بول، بوسيبل اوف سايد تو، بوسيبل بينالتي، صافي دير عندي ربعه، كملت لاكسيون، ايا نبدا نشيكي وحده وحده.